الصعوبات، ولكن كان اول ماتش هناك كانو سبورت. ما لعبتش مع اني كنت هبدا بس ما لعبتش. مع انك كنت هتبدا بس ما لعبتش. حصل حاجه يعني؟ لا هو الراجل قالك هو شايف وجهه نظر طبعا تحترم ومحدش يقدر يعترض عليها، اي سواء انا او اي لاعب تاني. تمام. بس جينا بقى مباراه السوبر، بقى جت مباراه السوبر. هشام محمد قالك هجيب جون اول حد ولا هشام والشيخ؟ وفي لعيبه كتير بصراحه، لعيبه كتير قالك هجيب جون. الكره اتلعبت لك من الشناوي. ده اعتقد ده اتفاق، مش عايزين نقول تفاصيل كتير. لا عشان مش اتفاق. بص هو يعني هو الشناوي شافني، هو دايما الشناوي بيلعب مثلا على الاطراف، فكتبت له اوقات لو مثلا شايف حد اللي هو هيلعبها له تكون مظبوطه برده ما تقطعش تبقى هجمه. مثلا ممكن الناحيه الثانيه، ممكن كان رمضان، ممكن انا، ممكن اي حد الشيخ، اي حد بيلعب. فهو جت ديت الشناوي شافني اللي انا لوحدي في المنطقه دي، قام لعبها لك. جات لك قدامك. وجه الباك رايت حمدي النقاس جه منه من كان هو احنا الاثنين بنجري. انتوا الاثنين بتجروا، بس هو حمدي رجليه طويله. توقعت ان انت ممكن تسبقه؟ توقعت عادي، بس اي لعيب السرعه برضو يعني في انا سريع. مش فارق الخطوه، مش فارق. لا رحت للكوره. رقصت حسين. رقصت هي جات لي اللي هي في اخر لحظه اللي انا هعملها كده. ايه اللي خلاها تيجي في دماغك؟ انا دايما بعملها بصراحه، ان انا بعملها من ايام الناشئين كده عدينا، وبعدين لفيت. انا دايما بعملها. انت كان نفسك تيجي دي جول، هي دي تاني من الاول كده. معلش مشكله محمود علاء قفل قدام الزاويه البعيده، كنت عايز احطها في البعيده بس محمود علاء وقف. هنا خلاص كده الشناوي لعب. هنا اقف بس هنا ثانيه واحده. هنا اللمسه دي اصل دي مش يعني مش سهله. ان انت ترقص حمدي بالطريقه دي، هو طويل بسم الله ما شاء الله، وترقصه الترقيصه دي، اعتقد ان دي مش سهله يعني. الفكره جات لك يا كابتن، دي يا كابتن ما بتبقاش توقع يعني. انت المدافع بيلعب على التوقع، بقى كتير الاوقات بيلعب على التوقع. انت مثلا حسين ممكن يزق كده، ممكن حسين يطلع بيها لبره كده، كسبان 1-0. لعيب دولي كبير. طبعا لعيب كبير يا كابتن، لعيب يعني نجم كبير ومحدش يقدر يختلف يعني عن كده. انت ترقصه ترقيصه حلوه بتبقى لان هو ما كانش متوقع. بص يا كابتن، هو خلاص بيجري ورايا اللي انا هجري على بره. اوكي. بس خلاص يا كابتن، هو خلاص هو متوقع ان انا هجري على بره. هي اول لمسه انا لمستها، دي اول كانت اول لمسه ما سندتش. دي اول لمسه انا خلاص عديت. انت كده لسه ما لمستش الكوره. اول لمسه مع ان انا لو وقعت ضربه جزاء يعني، بس لو وقعت كده كانت ضربه جزاء. بس هو رجله الشمال، رجله الشمال، بص رجله الشمال، الايد يعني كانت فيها شك، بس رجله الشمال بص يا كابتن تلاقيها في ظهري كلها يا كابتن. حلو. خلاص انا عديت يا كابتن، بقى هو خلاص هو في هو في ظهري خلاص، بقى انا خلاص انا وش الجول. تمام. بص انا بصيت يا كابتن، انا بصيت محمود علاء لقيته خلاص قافل الزاويه البعيده. فكان نفسك تحطها في البعيده؟ كان نفسي كنت احطها في البعيده. كانت اجمل لو كانت اجمل. بس نصيب طبعا، الحمد لله ربنا كرمني. حتى التحرك بعد الشوطه يا كابتن، بص محمود علاء يا كابتن، بص قافل في البعيده ازاي؟ قافل البعيده فاكر ما قدامكش غير دي. لا انا شوطها بقى خلاص. اي حاجه. لا شوطها في اللي هو بقوه وخلاص. فحتى بعد التوقع اتلينا كابتن انا بجري يعني، حتى قبل ما كابتن محمد عبد الشافي. ده اللي انا كنت عايز اساله لك بقى. عبد الشافي انت توقعت ان هو هيحط ان الكوره كانت جايه عاليه يا كابتن، فهو اجاي يجري عليه. بص يا كابتن بعد الكوره هتلاقي اجاي يجري عليه يا كابتن. بص شوت. بص انا شوت خلاص، الكوره عليت. بص فين؟ في اتجاهه كابتن، عاليه جدا. اللي هو عواد عمره ما يلحق يطلع. بص كابتن، كابتن عبد الشافي اللي هو طبيعي، ما هو مش هيلحق، مش هينفع يعمل حاجه غير كده. لا هو برضه ما توقعش ان انا جاي من بعيد، ان انا هاجي كده. حتى لو انت جاي ده كابتن من زاويه ثانيه هتلاقيني جاي بجري على طول. ايوه، ما هو ده اللي انا حسيت توقع. انت لو حد لعبها لك يعني. ما بص يا كابتن، جاي تحس ان انا جاي لعبها لك مش عبد الشافي. ما هي دي يا كابتن التوقع بتاعت اي لاعب. بص هتلاقيني جريت يا كابتن في الحته اللي هي جات لي فيها بالظبط. ايوه، ما انا بقول ما لازم تتوقع. اي لاعب لازم يتوقع. لازم تتوقع ان انت الخصم ممكن يغلط، المدافع ممكن يغلط، فدي بتيجي كده. فالحمد لله انا توقعت اللي هي هتيجي. فالحمد لله. التاني اللي فتح الماتش يعني، دي التشميسه دي فتحت فتحت الجول. فتحت انت خلاص كده خلاص. يعني هنا دي بص، بس هي كانت حلوه بصراحه، كانت حلوه قوي. كانت في الماتش الاولاني بتاع الدوري اللي هو قبل دوت، بعد ماتش المقاولين كنت هعملها في عبد الله جمعه، بس جت في دماغه. هو عمل تاكل ان هو لمستها كده من فوقيه، بس جت في دماغه وبيقع. دي مقصره مع الناس ليه؟ عشان حمدي طويل. طويل ومن الباكات رايت المخضرم يعني، خبره طبعا. خبره كبيره. منتخب تونس، نادي الزمالك، بتعمل نادي الزمالك ولاعب نادي كبير نادي الزمالك، فبالتالي خبره برضو طبعا. فانت خدته من فوقيها خلاص. جت فتوقعت ان هي جت جول. الجول ده اعتقد زي ما سالت احمد الشيخ كده، فرق معاك كتير طبعا. مباراه طبعا يعني، مش مباراه مثلا دوري ولا مباراه عاديه، لا مباراه الحمد لله كانت بطوله. يعني كانت مباراه مهمه. لعبنا 65 دقيقه تقريبا لحد ما الهواد بتوعنا اتصابوا. اول مره من فتره الاهلي يبقى كده، فتره طويله الناس تبقى حابه ال 65 دقيقه كلها. او ال 70 دقيقه، 65 63 دقيقه بالظبط. انا فاكر هو حتى كلنا مقتنعين بكده، والمدرب كله.
بس هي برضه يا كابتن يعني انت ما تتوقعش اللي انت عندك الاثنين قلب الدفاع يتصابوا ومعكش